السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في اول فيديو من فيديوهات مقرر السنه الثانيه علوم جيبيه والمتعلق ب علوم الفيزيائيه. اول درس سيتمحور حول الموجه الميكانيكيه المتواليه والتي تمثل الوحده رقم واحد من مجال الموجات. سنتطرق خلال هذه الدرس الى الموجه الميكانيكيه المتواليه وتعريف المفهوم الموجه المستعرضه والموجه الطوليه، وكذلك التطرق إلى الموجات الصوتية وإلى مفهومي سرعة انتشار الموجة وتأخر الزمان. إذن بالنسبة للفقرة الأولى المتعلقة بالموجة الميكانيكية المتوالية، سنتطرق خلالها إلى تعريف للموجة الميكانيكية المتوالية وإعطاء بعض الأمثلة المتعلقة بالموجة الميكانيكية الأحادية البعد، الموجة الميكانيكية الثنائية البعد، وكذلك الموجة الميكانيكية الثلاثية البعد. إذن على بركة الله، فما هي الموجة الميكانيكية المتوالية؟ كتعريف للموجة الميكانيكية المتوالية، هي ظاهرة انتشار تشوه في وسط مادي مرن دون انتقال للمادة التي تكون الوسط. إذن لاحظوا معي، الموجة الميكانيكية هي ماذا؟ هي ظاهرة انتشار تشوه ولن ويتم ذلك في وسط مادي مرن. وما معنى ذلك؟ على أن هذا الوسط يجب أن يكون قابل للتشويه، كذلك يتم دون انتقال للمادة التي تكون هذا الوسط. نعم، إذن الوسط الذي ينتشر فيه التشويه يسمى وسط الانتشار. كذلك الحيز من الوسط الذي انطلق منه التشويه يسمى بمنبع الموجة، والذي سنرمز له بأس. والتشويه ينتشر في وسط انتشار انطلاقا من منبع التشويه S في جميع الاتجاهات المتاحة لها في هذا الوسط. كأمثلة للموجات الميكانيكية المتوالية لدينا الموجة الميكانيكية الأحادية البعد. الموجة الميكانيكية الأحادية البعد يكون اتجاه انتشار فيها مستقيما. أول مثال سنتطرق إلى انتشار تشوه طول الحبل. إذا لدينا حبل S تمثل منبع الموجة، والحبل يمثل كذلك وسط الانتشار، ونعتبر نقطتين P و Q من هذا الوسط أو من الحبل. عندما نحدد التشوه عند الطرف S للحبل اللي هو المنبع، لاحظوا معي على أن النقطة S اهتزت واصبحت تشغل موضع آخر، ثم بعد ذلك في لحظة أخرى ستنتقل هذه الموجة من المنبع S لتنتشر في اتجاه واحد طول الحبل. لذلك نقول على أن هذه الموجة هي موجة ميكانيكية أحادية البعد. إذا تصل الموجة إلى النقطة P من وسط الانتشار، ستهتز وستعيد نفس حركة المنبع S. لاحظوا على أن استطالة ديال المنبع والاستطالة ديال P هي استطالة لها نفس القيمة. إذن ستهتز، بعد ذلك ماذا سيحدث؟ ستعود النقطة P من وسط الانتشار إلى موضعها البدئي. إذن هنا التشوه يتم دون انتقال للمادة المكونة للوسط، بل فقط يتم ذلك عبر انتقال للطاقة من نقطة إلى نقطة أخرى. ونفس الشيء بالنسبة للنقطة Q، كذلك تكون مستقرة قبل أن تصلها الموجة، ثم ستهتز لتعود كذلك إلى موضعها الأصلي. مثال آخر للموجة الميكانيكية الأحادية البعد، سوف نتطرق إلى انتشار تشوه طول النابض. إذن لدينا نابض الذي يمثل وسط الانتشار، ويتكون من لفات، لعدد معين من اللفات التي تكون في حالة سكون. عندما نقوم هنا بكبس مجموعة من اللفات بالضغط عليها، ثم سوف نحررها فجأة، إذن ماذا سنلاحظ؟ لاحظوا معي ماذا سيحدث. هنا سينتقل هذا التشويه من هذا الموضع الأول إلى موضع آخر من وسط الانتشار، وتم هذا التشويه في اتجاه واحد الذي هو مطابق لمحور النابض. نقول على أن هذه الموجة
موجة ميكانيكية أحادية البعد. بالنسبة للموجة الميكانيكية ثنائية البعد يكون اتجاه انتشار فيها في المستوى. إذن كمثال لذلك سنتطرق إلى انتشار التشوع على سطح الماء. إذن لاحظوا معي عندما نحدث بواسطة قطرة ماء تشوع على سطح الماء ستظهر هناك تموجات دائرية ستنتشر في جميع نقط سطح الماء. إذن نعتبر هنا المحور إكس Y نقطة من وسط الانتشار هنا ستصلها الموجة نسمي هذه النقطة P ونقطة أخرى من وسط الانتشار Q ستصلها كذلك الموجة. نقول على أن هذه الموجة هي موجة ماذا؟ ثنائية البعد. إذن كمثال آخر بالنسبة للموجة الميكانيكية ثلاثية البعد والتي يكون اتجاه التشويه أو انتشار التشويه فيها يتم في جميع الاتجاهات. كمثال لذلك الصوت هو الموجة الميكانيكية ثلاثية البعد. لماذا؟ مثلا عندما نحدث الصوت بواسطة آلة موسيقية ماذا؟ سيتم سماع هذا الصوت من طرف أي شخص موجود داخل القاعة وبالتالي فالصوت ينتشر في جميع الاتجاهات. إذن كنشكركم على الانتباه ديالكم في هذا الدرس هذا وإلى درس لاحق بإذن الله.